المشروع الأول اللي يتعلق بمحاربة تشغيل الأطفال، كنا كنعرفوا على أن ثلث السافلين الآن في المغرب هي ما بين 0 إلى 17 سنة. المؤسسة أعطت الانطلاقة ديال واحد المشروع أو مشروعين مهمين مجتمعيين. المشروع الأول كيتعلق بمحاربة تشغيل الأطفال، والمشروع الثاني كيتعلق بحقوق المرأة في العمل. وهذا المشروع كديروا المؤسسة بشراكة مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة والتشغيل والكفاءات. حقيقة هاد المشروعين كيكتسيان أهمية خاصة في السياق الوطني وفي السياق الدولي، والمغرب قطع خطوات مهمة يعني في معالجة هاتين الظاهرتين. كنعرفوا على أن الأطفال من 0 سنة إلى 17 سنة كيشكلوا ثلث سكنة المغرب، وبطبيعة الحال المستقبل المغرب هو رهين بهذا الفئة، بهذا الثلث ديال السكنة أو ديال المواطنات والمواطنين اللي غادي يكونوا أصحاب المسؤولية في المستقبل. إذن كيف هو حالهم الآن؟ شنو هي وضعيتهم؟ الوضعية الآن غير مريحة بالشكل الكافي. هناك 148 ألف طفل كيهاجروا المدرسة وكيمشيو يشتغلوا في أماكن مختلفة وفي مخاطر متنوعة. إذن المقاربة اللي تعتمد المؤسسة في معالجة أو في المساهمة في معالجة هذه الظاهرة كتجلى المقاربة ديال الهدر المدرسي. الآن المؤسسة تلقات واحد المجموعة من الأوراش ديال الاستماع لمدراء المؤسسات التعليمية، وكان عندنا لقاء اللي كنشكره بالمناسبة المدير الإقليمي ديال وزارة التربية الوطنية في إقليم الخميسات، اللي يسرنا لقاء مع 30 مدير مؤسسة تعليمية، اللي اكتشفنا شنو هي الأسباب ديال انقطاع الأطفال عن الدراسة. وهناك أسباب متعددة، فيها المشاكل العائلية، فيها المشكل ديال الحاجيات الاقتصادية، فيها مشكل ديال البعد، فيها مشكل ديال الخوف على الأطفال في أماكن ربما كتشكل خطر بالنسبة لهم، وهناك مشاكل متنوعة حصيناها. اليوم أنا حضرت لهذا اللقاء، هذا اللي كان جد متميز فيما يتعلق بشراكة اتفاقية بين مؤسسة الفقيه التطواني ووزارة الإدماج الاقتصادي ومقاولات والتشغيل والكفاءات. يعني تمحور هذا اللقاء هذا حول محاور ومنهجية اللي كيشتغلوا لها حول هذا المشروع هذا. هنا أنا خاصة تم التركيز على الهدر المدرسي وتمكين الأطفال اللي في وضعية صعبة من إدماجهم في المؤسسات التربوية. أنا كمساعدة اجتماعية كنشتغل مع الأطفال في وضعية صعبة، يعني اندمجت معهم في هاد السياق هذا، وكلنا عندنا هدف واحد، هو أننا نمكنوا جميع الأطفال من الولوج ومن الإدماج ديالهم في المؤسسات التربوية، وتكون عندنا واحد النتيجة واحد ولا غزيلتا أن يكون صفر هدر المدرسي، ونحاربوا تشغيل الأطفال. We'll be right back.